والحين خلنا نتحكى عن الأشياء اللي أنا استخدمها حق بشرتي. طبعا من ضمن الأشياء اللي أنا استخدمها حق بشرتي هذا زيت من لوريال، نفس القطارة بالضبط، قطرين في مجموعة فيتامينات حق البشرة مرة واحدة باليوم، تعطي تغذية فل حق البشرة، وايد 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 ممتاز من لوريال. مش عارف تقولون ما أقول لكم، قاعد أقول لكم شو نستخدم. والحين اجمع لوبس جلسة صراحة، واللي ما حمل لوبس يرفع الفوق الشاشة وينزله ويلحقني هنا. يعني هي دائما في أفلامها تحضن البواب وتحضن المدير وتحضن حبيبها وزوجها وأخوها وأخوان الجيران وقبو الجيران والدنيا، شنو هذا؟ أنا ما أشوف الحضن هذا في مسلسل خليجي. لا، بيقولون صيف بارد، هاي بارد ده مولع، احنا وين قاعدين؟ وين الرقابة؟ هذا مسلسل يخاطب السعوديات؟